محمود عمار، اسراء ازيك؟ عامله ايه؟ عامل ايه الاخبار؟ انت ازاي صحتك؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. كويسه؟ انتوا ايه ده معانا في البرنامج؟ انت المذيع اصلا ولا انت ايه؟ اه لا والله والله العظيم. ازيك؟ عامله ايه؟ ياه انا بقيت 3 سنين ما شفتوش. انا اتفاجئت اكتر من كده كمان. ايام الجامعه 3 سنين ايه؟ كتير. لا بس نعرف بعض قبل الجامعه كمان. المدينه ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ بقيتي مذيعة؟ اه شفت بقى، انا قلت لك لازم هبقى مذيعة. ممكن احطيها هناك، هي مش باينه معايا. ايه المفاجأة دي؟ ايه ده؟ ايه ده والله؟ انا عايز اقول لك انت اصلا وترتني و لا عادي. لا فكي يعني، اصل مش متخيلة يعني محمود عمار ايه؟ ايه؟ حب يعني كان في صداقة بيننا وبين ال ثانية واحدة ابقى جاهزة. انا مش مسا... بص انا حاسة ان هو قلبي حاجة عجيبة والله، حاجة كده. احنا كنا في الجامعة يعني، هي بس هي كانت اداب، انت كنت اداب. اه انا كنت كنا بنتقابل. اه انت كنت تجارة عند الاب عند الساعة. طب يلا انا جاهزة. اوكي صداقة يعني. كل 2 مخطوبين او متجوزين بتكون بينهم قصة حب مختلفة، الاختلاف بيكون في شدة التوافق اللي بينهم. برنامجنا كابلز بيشوف اكتر 2 متوافقين وبيكسبوا معايا رحلة لتركيا اسبوع شامل الاقامة والسفر. ضيفي النهاردة كانت مفاجأة بالنسبة لي، حد غالي عندي قوي. ضيفي النهاردة محمود ومدام شهيرة شيرين. شيرين، طب انا اسفة هاي تاني. كل 2 مخطوبين او متجوزين بتكون بينهم قصة حب مختلفة، والاختلاف بيكون في شدة التوافق اللي بينهم. في برنامجنا كابلز بنشوف اكتر 2 متوافقين في الاجابات وبيكسبوا رحلة اسبوع لتركيا شامل السفر والاقامة. ضيفي النهاردة حد غالي عليا قوي. ضيفي النهاردة محمود ومدام شيرين. ازيك يا محمود؟ الله يخليك. منوراني يا مدام شيرين. منور. عندكم فكرة عن المسابقة؟ المسابقة؟ ان احنا ان شاء الله اذا ربنا يسر وفي توافق ما بيننا ان شاء الله نتعرف. ان شاء الله برنامجنا عبارة عن مسابقة بسألكم فيها اسئلة على فقرات وبتجاوبوا عليها وبشوف التوافق بينكم، ولو النتيجة كويسة والتوافق كويس بتكسبوا رحلة ان شاء الله لتركيا اسبوع عشان الاقامة والسفر. جاهزين؟ ان شاء الله. جاهز يا محمود؟ ان شاء الله جاهز. فاصل وهنرجع تاني مع محمود ومدام شيرين. ايه بقى؟ ايه المفاجأة دي؟ انا عايزة اقولك، انا يعني انا عايزة اضحك وعايزة اعيط وانا مش مصدق الموقف اصلا. انا هو ايه ده، انت كبرتي فجأة بقيتي مذيعة؟ مش متخيل. لا يعني عامل ايه؟ بس الحمد لله يعني اسراء من الناس كانت زميلتنا في الجامعة يعني عادي. كنت خلينا زمايل كتير يعني. ايام. ورجعنا تاني مع محمود ومدام شيرين، واول فقرة معانا النهاردة اسئلة ليكوا انتوا الاتنين. انتوا متجوزين بقالكوا قد ايه؟ 4 سنين. 4 سنين. نعم. طيب محمود، جوازكوا ده كان تقليدي ولا كان جواز عن حب ولا جه ازاي يا مدام شيرين؟ هو الاثنين بصراحه. ده نصيب بقى يا محمود. يعني الحمد لله. المشاعر اللي بينكوا بعد الجواز زادت ولا قلت ولا اتغيرت؟ زادت كتير كتير الحمد كتير لله. الحمد لله. عشرة الحمد لله بالعشرة وبالمعاملة كويسة وبالحب بالأولاد وبالأولاد طبعا طبعا. انت جبت ايه دلوقتي؟ عندك ايه؟ في عبد الرحمن ده الكبير وفي زياد. يا مفيش بنوتة خالص؟ لا ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هتسميها ايه لو جات لك بنوتة؟ والله احنا كل ما نفكر في اسم، لا احنا كل ما نفكر في اسم يعني احنا كنا مين نسمي ايه؟ ودينا. احنا كنا مين نسمي اسراء؟ صح. سموه على طول اسراء. على طول بيقول لي عايز اسمي اسراء والله بجد. هو كان نفسي يسمي اسراء على طول، انا كنت نفسي اسمي رودينا. ومن زمان من ساعة ما اتجوزنا. يعني من ساعة ما اتجوزنا؟ اه. هتسميها اسراء؟ اخر كلام؟ ان شاء الله. ان شاء الله تطلع مذيعة حلوة زي. يمكن يطلع ولد اصلا. طيب سؤالي بقى ليكي يا مدام شيرين، لو كان جوزك في حياته حب قديم وفجأة ظهر. انا حاسة كده. يعني فجأة ظهر كده. اه. هخيرك في 3 اختيارات. هتسيبيهم يرجعوا لبعض تاني؟ استحالة طبعا. ولا
لا الحب تضحيه ما دامش ليه. طب شوفي الاختيارات يمكن تعجبك. طيب الاختيار كويس. هتسيبيهم يرجعوا لبعض تاني ولا هتوافقي يبقى في حياته زوجه تانيه ولا هتخليه يبعد عنها؟ هو اصلا مش هيروح له اساسا يعني، هو اصلا خلاص يعني هو انا واثقه فيه ان هو بيحبني موت وان هو مش هيروح. الراجل دايما في حياته حب دفين قديم وحب جديد اللي هو مراته والعشره والجواز والحاجات دي كلها. اوكي ماشي اوكي مفيش مشكله، بس انا واثقه يعني واثقه ان هو عمره ما هيسيبني يعني، واثقه في حبه ليا اكتر كمان ما واثقه في حبه ليا. اه بس الراجل يعني يقدر قلبه شيء اتنين. لو سمحت نعم. هو السؤال ده موجود؟ السؤال ده من عندك مش موجود في السكريبت. لا معلش انا اسفه سوري. دلوقتي هنسال مدام شيرين شويه اسئله، بس محمود انت مش هتكون معانا، هترجع لنا بعد الفقره دي. اه طبعا. ورجعنا لكم تاني مع مدام شيرين وفقره ايه ومين وامتى. مدام شيرين، مين بيحب التاني اكتر؟ هو احنا الاتنين بنحب بعض قد بعض يعني، بس انا حاسه ان هو بيحبني اكتر. اكتر حاجه بتحبوها في بعض؟ حنيتنا على بعض. ايه اكتر مكان بتحبوا تسافروا له؟ شرم الشيخ، لان كل ذكرياتنا هناك يعني. شرم الشيخ. انا يعني انا بحس ان محمود بيحب اسكندريه اكتر. احنا مفيش رحله في الجامعه اسكندريه فوتها محمود. اكتر اغنيه ومطرب هو بيحبهم؟ محمد فؤاد. اوكي محمد. اغنية معينة مش فاكرة قوي يعني، صوت محمد فؤاد يعني. مش فاكرة اكتر اغنية بيحبها لمحمد فؤاد؟ هو بيسمعه بصفة عامة يعني. اوكي. اكتر فيلم وممثل هو بيحبهم؟ احمد حلمي، بحبه جدا وبيحب فيلم مطب صناعي قوي يعني، دايما بيشوف فيلم زكي شان برضه بيشوفهم كتير يعني. مين اعز اصحاب محمود؟ اعز اصحاب ياسر. ياسر ده حد جديد؟ ده حد جديد، هو كان معاه في الجامعه برضه، كان معاه في كليه التجاره معايا، بس دلوقتي هم شركاء مع بعض في شركه واحده يعني. بس انا هقول لك على حاجه، محمود دايما سره مع اخوه مصطفى، ده اللي انا عارفاه. اه بس يعني بتقولي صاحب ياسر، هو صاحبه قوي دلوقتي يعني. دلوقتي هندخل محمود وهنساله نفس الاسئله ونشوف الاجابات اللي بينهم ومدى التوافق اللي بينهم. فاصل وهنرجع تاني مع محمود ومدام شيرين. طيب حد يندى استاذ محمود يا جماعه؟ معلش يا جماعه انا متوتره يعني، انا متوتره. طب انا يعني عملت شغل قبل كده، انا النهارده بس متوتره، استحملوني. محمود انت كويس؟ عايز حاجه؟ ميه، عصير، اي حاجه؟ انت اخبارك ايه؟ مرتاح كده كويس؟ تمام القعده. ورجعنا لكم تاني مع محمود ومدام شيرين. دلوقتي يا محمود هسألك نفس الأسئلة وهشوف التوافق اللي بينك وبين مدام شيرين. أوكي؟ محمود، مين بيحب التاني أكتر وبتحب إيه في مدام شيرين؟ يعني أنا متهيألي أنا بحبها أكتر. أكتر حاجة بتحبها فيها؟ يعني هي ما شاء الله مليانة مميزات يعني، حاجات تتحب يعني. هي طيبة، حنينة، وكريمة. كويس. اكتر مكان بتحبوا تسافروا له؟ يعني بنحب اسكندريه كتير. اسكندريه؟ على فكره قلت لها اسكندريه قالت لي لا. انا قلت لك يا مدام شيرين، قلت لك اسكندريه، قلت لها ان انت ما فوتتش ولا رحله ايام الجامعه. اه كنا بنروح اسكندريه كتير. يلا يا محمود، اكتر اغنيه ومطرب انت بتحبه؟ بحب عمرو دياب. بحب اسمع عمرو دياب كتير. واحيانا محمد فؤاد، بس عمرو اكتر. عشان انا كنت عارفه يعني، شكتني في نفسي، انا كنت متاكده. انا عارفه انه السؤال الرابع، اكتر فيلم وممثل انت بتحبه؟ انا بحب فيلم بوحه. بحبه. ويعني بحب برضه عادل امام. عادل امام ده اكتر ممثل انت بتحبه؟ عادل امام.
وانا كل ما اعمل حاجه يعني يعني بحب اصلا انا مش مركز على ممثل. انا بحب عادل امام، بحب مثلا احمد حلمي برضو، بحب محمود عبد العزيز. يعني ممكن يكون احمد حلمي طبعا. احمد حلمي او عادل امام يعني. انا قلت لك دايما الراجل بيبقى يعني مش مزدوج، بس دايما بيبقى في حاجه بيحبها يعني. مش مركز قوي مع ممثل. محمود، مين اعز اصحابك؟ يعتبر مصطفى اخويا هو اعز اصحابي. في اصحاب تانيين؟ ده انا حاسه ان هي تعرفك بجد يعني. هي تقريبا جاوبت على الاسئله دي احسن مني. لا والله التوافق بيني وبينك اكتر. لا هي عشان معرفة بس قديمة، كنا في الجامعة مع بعض. طب نركز في المسابقة عشان يا رب تكسبوا. يا رب تكسب يا محمود. مدام شديد في حاجة؟ حضرتك عايزة حاجة؟ طيب أجيب لك حاجة؟ طب إيه اللي حصل؟ إحنا قلنا إيه؟ طب هو حصل حاجة وأنا بره؟ طب ممكن استوب ثانية واحدة، ثانية ثانية حاجة طيب وأنا بره ولا؟ طب ممكن مية بسرعة؟ حد يجيب مية. هو في إيه يا محمود؟ إيه اللي حصل؟ انت حصل حاجه بره؟ نعم. مفيش حاجه يا جماعه، ده دي مسابقه واحنا بنلعب. احنا بنلعب، دي مسابقه بنلعب. انت مش لاحظ ان هي بتضغط عليا؟ انا بقى انا جايه انا بتضغط عليا يعني. انا فوجئت بجد بحاجه تانية خالص. انا بصي انا ربنا يعلم، انا ربنا يعلم اتماسك ازاي. عايزه العب دلوقتي على كده، بحاول اتماسك ان انا بضحك باي طريقه. انت عارف يا عمرو لما يبقى حد انت عارفه والعشم بس واخدك فبتتكلم، وكل سؤال بقول لك انا عارفه اكتر منك. انا اخوها، لا انا عارف ان اخوها اكتر منك. شيرين واحنا مش ما جاتش مناسبه ان احنا ده بيجاوب اجابات سيرفين هيل يعني. انا حاسه ان هم متفقين عن ان انا اوعدك ان مفيش خروج على السكريبت هيحصل تاني. دي حاجات بالصدفه، حاجات قديمه. لا والبساطه اللي هي بتبصها لي يعني، حاجات قديمه يعني بالصدفه الموضوع يعني. معلش محمود انا مش قصدي، انا بس عايز اعدي. والله انا مش قصدي، والله انا مش قصدي. انا يعني دي مسابقه واحنا جايين بنلعب عادي، وانا نفسي تكسبوا معايا. انا كنت فاكره كده. سؤال تاني بره السكريبت هلغي الحلقه. اوكي ام سوري. خلاص مصطفى ولا ياسر وتامر، انت بتقول حاجات برضه يعني. انت واحمد حلمي ده كان عايز، هو انت جاي بتقول حاجات هي اللي قايلها لك او ما تعرفش في ايه اللي حصل. انا ما اعرفش. لا يعني لا مش على كده. انا مفاجاه دلوقتي بحاجه تانية خالص يعني. انا اتفاجئت من ساعه ما جيت بموضوع تاني خالص. هقول لك على حاجه، انا والله والله مش قصدي يعني. والله محمود والله مش قصدي. لا خلاص احنا اصلا تقريبا علاقه تنتهي بينا على باب الاسكت. لا ده دي شر يعني. انا اتمنى له الخير، انا اتمنى له الخير. اه والله العظيم عشان انا فوجئت بحاجه تانية خالص يعني. بينا ايه؟ ايه الكلام الغريب ده؟ ايوه بعد اللي بيحصل دلوقتي. اجيب لك ميه. طيب شربت يا عم الجرعه. والله مش حاجه، هي اصلا عشان بس عارفه احنا كنا عارفين بعض من فتره كبيره. عارفين بعض لدرجه ان انا اسمي بنتي اسراء. يعني انا بفوجئ بموضوع تاني خالص دلوقتي. وهي محمود، وانت ما تعرفيش محمود عمار عندي ايه؟ ما تعرفيش محمود عمار عندي ايه؟ ما تعرفيش محمود عمار عندي ايه؟ يعني انا اعمل ايه بقى؟ واحده بتجري تعمل ايه؟ قولولي. اسفه دي عشره قديمه بس عارفه لما وطول النهار بالليل معايا على التليفون. يعني انا هعمل ايه؟ ما اقدرش اسمع الكلام ده يا جماعه خالص. والله ايام الامتحانات كان بيبقى عندي توتر. هو كان بي انا بحاول افهم مدام شيرين يا جماعه. اوكي انا كانت صداقه مش اكتر من كده، مجرد زماله جامعه وخلاص. خلص الموضوع، نكمل بقى برنامجنا كويس. طب بصي يعني حاولي تنسي ان احنا كان نعرف بعض اصلا قبل كده. ده انا كل ما كنت برد عليها بس ده اكتر صاحبي مصطفى. لا 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 ده اكتر هو موضوع محمد كده. ده ما كانش لسه في تامر. ده فعلا انت يعني انت بجد انت غريب جدا. ما انا بقول لها خلاص بقى حاولي تنسي ان احنا كان نسيت. انت بقى تامر وياسر كمان دلوقتي. لا نسيت ان انت اكتر ممثل بتحبه. انت قلتهم قلتهم والله. افتكرت عمرو دياب دلوقتي يعني. سبحان الله. ما انا قلت لكم محمد فؤاد. انا بسمع الاثنين. افتكرت اما شفتها بقى. هنطلع فاصل ولا لا دلوقتي يا استاذ عفت؟ لا والله الموضوع معلش يبقى سيبك من موضوع الحلقه ده. في خلاص يعني خلينا نكمل الحلقه. هطلع فاصل ولا ايه؟ سواء بعد اذنك دكتور ممكن. بس لسه فاضل فيك فقرات تانية. محمود عن اذنك. ماشي. يا ستي انا بجملها هي عشان كده. بتجملها عشان هي بتجمل. شفت يعني في مؤثرات خارجيه بتاثر عليه. مش مؤثرات بتجملها هي اذا كان هي عشان بس انا معرفها من يعني مش عاوز بتجملها يعني. انت كده انت عارف ان التوافق اللي بينا هو اللي بيكسبنا، ورايح تقول كلام عشان انت خاطر تجملها. هي المفروض مش يعني مش جايين عشان نكسب يعني. مش هو الهدف المكسب. ماشي اوكي حاجة. بس انت كده يعني انت انا اصلا متوتره. والله انا مش عشان عارف كمان. انت فاكر كمان ان هي بتحب عمرو دياب؟ انت فاكر كمان ان هي بتحب عمرو دياب؟ يعني هنسى حاجه يعني حصلت من كام سنه؟ هنسى يعني؟ مش دي حاجه تتنسي يعني؟ مفيش حاجه. هو الموضوع عادي والله. حاجه يعني انسانه كنت اعرفها من واحده من ساعه الجامعه. مش الموضوع مش كده على فكره.
امال ايه؟ لا لا لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. حاجة عجيبة يا جماعة. هو بس الأسئلة. طلقني. الموضوع انتهى بيني وبينك، طلقني. اللي بيني وبينك انتهى للأبد. تطلقني. وقدام الكل بقول لك أهو، مفيش بيني وبينك يوم تاني هيتعاشر. اهدي يا ستي، اهدي. في ايه وحصل ايه؟ لو سمحت سيبني في حالي. طب هو حصل ايه اساسا؟ سيبني في حالي. متوافقه هي مش هي مش محدده صح على فكره والله. لو سمحت سيبني في حالي. الاسئله بتاعتك اصلا. لو سمحت تسكت. ايه يا جماعه ايه ده؟ ايه الصوت العالي؟ فيه ايه؟ بص، الحلقه دي مش هتتذاع مبدئيا. الحلقه دي مش هتتذاع اساسا خلاص بعد اللي حصل ده. ليه يا مدام شيرين؟ ما نسجلش يا جماعه. انت بالذات لو سمحتي ما تتكلميش معايا يا ستي. طب والنبي بلاش بلاش بس. ما طب هي عملت لك ايه؟ هي عملت لك ايه؟ لا دفع عنها كمان. كمان دفع عنها كمان. هو ما يعرفهاش ولا عنها اصلا. يا مدام شيرين اسمعي مني المفاجاه دي. انت النهارده اتعمل فيكي مقلب من جوزك استاذ محمود، وكنت معايا في برنامج مراتي في ورطه. يا مدام شيرين. هي بالصدفة طلع اسمها اسراء. انا لا لا بتتحرك اسمي اسراء. مدام شيرين عايز اقول لك على حاجة. استاذ محمود بصي بقى، بصي عمل فيكي ايه. قعد معايا انا وعمرو قبل ما حضرتك تطلعي ربع ساعة، اتفقنا على كل الاجابات. قال لي بالراحة علشان شيرين حد حنين قوي وبيحبني قوي. لا بس انت بتكلميني بجد. انا كنت هعيط عشانك والله العظيم. انا حسيت اول مرة اعرف محمود والله العظيم. انا قربت اموت فيه. لا بس انا اقول لك على حاجه، يعني مدام شيرين بجد بتحبك قوي.